لو الحكاية فيها إن فيتو الشهر ده كله الديماند يعود، وبندي تقريبا نص العمولات اللي بناخدها في الشهر ده للمؤسسة الديماند يعود. ابتدينا بمبلغ 50,000 جنيه، وبعدين طلعنا النهارده 120,000. فبقول لهم كل ما بنكبر بنكبر معاك. هنا البنك بيتعامل مع متطلبات العملاء المالية الأجنبية، كيف بتتعامل إزاي يعني؟ مش فاهم. اللي بيجي بيطلب دولار او بيتنازل على الدولار، الطريقه اللي بيتم التعامل معاها ازاي؟ هي الطريقه فعلا زي ما كان، زي ما الراجل بيبيع الدولار وبيبيع على الدولار اللي ناس تانية محتاجه. بس احنا غريب بقى، احنا من الناس المؤمنين انه مش في مصلحه الوطن ولا الاقتصاد ولا لينا كجروب ولا مصلحه العميل ان السعر يبقى عالي. فاحنا كجروب نقعد مع بعض ونحاول ان احنا نشوف انسب الاسعار، ما نبقاش لا سوق سودا ولا زي بعض الدول الاجنبيه اللي هي بتبيع دولار وتشيل على غالي وتبيع على غالي الشركات الاجنبيه عشان تحاول ارباح اكبر. شفت الاشكال الاجنبيه بتقول لك اشتري دولار على اي سعر. صحيح. بس تكتب لوس وتحاول ارباح اكبر. هو اوريدي كمان مخصصات. فهو بالنسبه له لو دفع جنيه زياده او جنيه ونص زياده ابرك له انه هيعمل ريليس للمخصصات بره. ده بنك بيفكر في مصلحته هو بس. احنا ما بنعرفش نسيب بنوك كتير قوي في مصر خدت النهج ان احنا اسعارنا المفروض تبقى من اوطى الاسعار وليس اعلى الاسعار. هتلاقي انه باستثناء بعض البنوك وشركات الصرافه هم اللي في الابر اند بتاع بيع وشراء العملات بسعر. باقي البنوك هتلاقي فرقها 5-10 سنة كتير. فيتو.